اولا حتى واحد ما كينكر باننا ودادي واحد الدرجه عاليه، وكنتمنى الوداد يمكن له ينتصر في اي مباراه، الا في المباريات اللي كنكون انا كنصرف على اي فريق سواء ملي كنكون متعاقد معاه. واليوم كنت كنتمنى باش نهدي الفريق الجمهور الجديدي ثلاث ديال النقاط ونقدموا انتصار، وبالاخص سعيد خويا اللي كان كيساندني جميع المباريات، كان كيتمنى ديما الانتصار ليا في جميع المباريات اللي كنت كنلعبها، ولكن اليوم كان عنده راي اخر، هو كان كيتمنى ينتصر عليا باش كذلك يكون انتصار داخل الميدان وانتصار حتى في المنزل.